السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم قصتنا فصلية بنت شوخ ويا البارت السادس. توفت ديمة وبقينا بس مسوي لها فاتحة مثل التقاليد، اجاهم كم شخص ولا لطب ولا شيء، بس دزوها للكنيسة وبعدين دفنوها، يعني حتى ما حد لبس اسود. بس اول يوم عجيب غريب، احنا تقاليدنا تختلف. سمر تحكي ويا مامي، سمر اخذت فهد بحضنها وبقت يمها بالغرفته، يومين ما تخليه يطلع من هو عرف والدته ماتت. بس وجود سمر بالغربة هون علي الحزن. فهد حمامة، انتي صرتي ماما مو سمر. بوعت ليش اجاوب هذا الطفل شحشي. بقيت اسولف لقصة ابنية اخذوها من حضن امها وحرموها من ابوها ودموعي تنزل. حكيت لقصتي للطفل، ما حنيت اعرف اذياب، كان قاعد يسمع لحد ما عرفه وما بدت اعرفه واطلع. كان يدخل الذهاب، ليش هيك تسولفين هذا الطفل؟ ما تشوفين قلبه معصور على والدته؟ انت شنو ما عندك احساس؟ بوعت لو انت من حرمتني من اهلي من ريحة امي ومن حضنها، شنو ما عندك احساس؟ شو وقت يخلص عقابك الي؟ وش وقت توفي الدين برقبتك لاخوك المرحوم وتعتقني؟ بوعلها من تسوين الي طلبته منك والدتي. سما مصدومة، شنو الله نحوم نجوم السماء أقرب لك؟ أنا أتغزز منك أكرهك أموت منك. أذياب حضر وحج، باكر مسافر أنتي وفهد تروحون وياي، ما باقيكم هنا، عندي شغل بأمريكا أسبوع، نبقى هناك. أشتري لك ملابس تليق بالمكان، مو تبعين لابسة هاي الملابس المخربطة وحجاب ماكو. سمر شنو لو تموت ما أنزع حجابي؟ افتهمت لو لا، سحبها من إيدها وخلاها من برا ورا ظهرها وهمس بإذنها، لا تخليني أفقد أعصابي، صيري عاقلة ترى تلحين. ديما صدقي، سمر دموعها تنزل عوف إيدي، توجعني ماشي ما عندك، بس اتركني، إيدي انكسرت. قعدت بالقاعة تبكي وما بوعلها أبقي لابس الحجاب، ما أجبج عليها. وطلع شنو من بشر هذا حيوان، هسه رمضان العالم صايمة، بقى يومين على العيد، أتمنى أعيد يم أهلي. دخلت مامي بإيدها جنطة، هاي من السيد ذياب، ملابسه ونطيني ملابسه القديمة، طلب مني أحرقها. سمر لو يموت ما أنطي، هاي ذكرياتي بيها وأهلي وريحتهم بيها أمشي، طلعي ما أنطيهم. طلعت الجو ثلج والدنيا كلش باردة، تتمشى بالحديقة سمر، ورجليها أخذتها من مكان على مكان شجرة زرعتها هي وديمة مرة قبل لا تسوء حالتها. اتذكرت ديمة من قالت لها الشجرة هاي حتبقى أنا وأموتها، كانت تعرف نفسها تموت، قعدت يم الشجرة وبكت، اتذكرتها شلون تعاني وتبكي، اتذكرت كلامها من قلت لها لا تبقين سجينة إلا تحررين منه، طلع من حياته، نهايتك مثل نهايتي إذا بقيت يمه. سمر الصيح وينك يوم، وينك يابا، وينك حمودي، ليش تخليوني تخليتوا عني؟ شافت الذئاب فوق راسها، تردين أهلك، أهلك دفنوك، ليش ما تفتهمين؟ أهلك باعوك ولا سألوا عليك. سمر أنت كذاب، واحد حقير كذاب، ما أريد نهايتي مثل ديمة، اعتقني عوفني أروح. سحبها من إيدها بكل قوته، تعالي شوفي، وسحبها للمكتب. قعدي صاح عليها بصوت عالي، فتح اللابتوب مالته، فتح صفحة الفيس وطلع صفحة أخوها أحمد، تعالي شوفي تعزية من أصدقاء أخوك، عمن طلعتي منهم نصب وفاتحتش. سما مصدومة كذاب، دخلت على صفحة صديقاتها نفس التاريخ، تعزية وحداد على روح سما، دفنوني بالحياة، دفنوني أهلي، ليش سحبت اللابتوب منها؟ بلا يلا روحي نامي، قامت تريد توقف الدنيا، افترت بيها وقعد شالها قاس ضغطها هابط، عرف هي صايمة والهسة ما ماكلة شي، شالها لغرفتها وخلالها مغذي، يباوع عليها اشقد تعاني والهسة هتعاني، يباوع عليها اشقد حلوة واشقد ضعفانة، اكيد لان ما تاكل بس نايمة وتتنقض بين فترة وفترة من كثرة البكي. خلاها بحضنه ونام اول مرة بحضنها، صار لها 7 أشهر يمه، اول مرة بحضنها حضنها وبقت نايمة. دخلت والدته وشافت هيك حاضنها ويلعب بشعرها كلش طويل وسرح. أم ذياب جنك وقعت وحبيت يمه، ذياب تدرين بيه من قبل شهر قلت لك حبيتها بس ما أريد أتقربها أصلا، هي تكرهني يمه. عاقبت
عاقبتها وضربتها ياما، حبستها بغرفتها بالباب ياما، عفتها بدون أكل أيام ياما، ضربتها بالحزام هسه أثر ظهرها، والدتها غير معاملتك وياها، لا تخسرها بعد الوقت ما فات، فهد يحبها متعلق بيها ذياب، ما أقدر أني أنا أخوها. أخوها قاتل أخوي، أحسها هي لازم تدفع الثمن. أم ذياب قامت طلعت وصلت يم الباب، إذا بعد ضربتها أنا حذرتك أرجعها لأهلها غصبا عنك. طلع ذياب بقى يشم بشعبها، فضت لقيته محاوطها بإيده ونام. طفرت مرعوبة، سحبها قوي ما قدرت تقاوم، إيده ضعيفة هو أقوى منها. استسلمت ورجعت نامت ودموعها تنزل سكته سكتها. الصبح الصبح طلعوا فهد وسمر ويا ذياب سوا، لبست البنطلون الجينز وبدي أسود وحجابها ما نزعته، بس كانت كلش مرتبة بيهن. أم ذياب طلعتي سمر ثانية، وين كنتي ضامة نفسش بالدشداشة؟ وضحكت سمر طول الطريق ما تحكي وياه، بس تلعب ويا فهد. وصلوا الشقة كلش حلوة، مكانها على البحر، تخبل بيها البلكونة تشوف منها الناس والبحر، منظر روعة. ابدلوا وتغدوا وطلع قبل لا يطلع بالليل. اخذكم افركم انتي وفهد، هسه لا تطلعون ابقوا هنا. عافهم وطلع اخته وخطيبته هم كانوا هنا، خطيب اخته علاء شافها واقفة بالبلكونة، عيونها وطولها وشعرها، وكانت ملابسة حجاب عبالك لوحة، هو عنده هواية بالرسم. طلع فرشة وعلى السريع رسمها، بقت واقفة لحد ما قعد فهد واجا حضنها وشالته. جدتي خطيبته شافته يرسم بيها، ليش أنا عمرك ما فكرت ترسمني وهاي الخدامة ترسمها؟ بولا علاء هاي زوجة أخوك مو خدامة، كافي تتهجمين عليها، لازم عاجبتك مو عافها. وراح أنا رايح، أنت أبقى بو هامج، بقوا أسبوع بأمريكا تونس، السماء ونسيت روحها فصلية. وطلعهم ذياب لهواي مكانات، وأخذ لهم صور وفهد مفارقها أبد. إذا بكتي يبكي عليها وابتسمت يبتسم إلها. سما تعلقت بي وبدت تنقهر على حالته، كل ما يوقع وتجي حالة الأغماء تتذكر شريطهم، تجي لها تجيب لأخ الفكرة وحدها تخوفها وتبعبها. رجعوا للبيت، رجعت الحياة مال الخدامة والتنظيف والقهوة. أم ذياب تحكي ويا بنتها، انتي شبيك ماما؟ صلي على محمد، ليش تظلمين البنية؟ أقلك علاء يحبها والله. وقامت تبكي. سما بالحديقة تزرع بشتلة، أجدتي سارة أختها سحبتها من إيدها وضربتها راجدة بدون مقدمات. سما مصدومة، سارة عندش علاقة بخطيبي؟ مو أكيد، لأن هو راسمك ومعجب بيش وكاتب على رسمه The broken angle. سمر إذا مكسورة أنا، فما أكو أحد يداويني وأمشي منها ولا أفقد أعصابي. عليك باوعت لذياب قدامها سارة، ركضت عليه. تتمثل تبكي هاي الخدام الحقيرة، بعدها علاقة على شوف إيش كاتب عليها وراسمها على يحبها. ذياب عيونه قامت تطاير شرار، باوعت السمر عرفت راح يضربها. سمر والله ما أعرف شحكي، شتحكي شو وقت شايفته خطيبك؟ ليش تتبلين عليه؟ ذياب صارت قبالة ديمة، والفيديوهات مالتها من هي تخونه بحضن غيره، وفقد أعصابه وسحلها من شعرها وبدأ يضرب بيها بالحزام. وبعدين طلع حبل وربط إيديها وسحلها بالقاع من الحديقة لغرفتها، والقاع كلها شوك مال الزرع، ملابسها تملخت من القاع، ظهرها ورجليها دماية، ورجع ضربها بكل قوته. وسارة خافت، راحت صاحت الأمها، قالت لها ماما ذياب قتل سمر. أمها ركضت بس ما فتح إلها الباب، راسها بقى ينزف لأن ضربها بالحائط لحد ما فتح ثقب راسها. هنانا هي فقدت وعيها وتون قعد بالقاع باوع لها يمكن ماتت. فتح الباب لوالدته وطلع من البيت، راح جاب لها علاج وضمادات، رجع ما لقاها بغرفته. صاح على مامي، قالت له بغرفة والدته راح لها والدته. الله لا يوفقك، ليش هيك سويت بيها؟ ليش انت مو بشر؟ انت حيوان. ذياب بدون كلام بدأ يخيط بالجرح راسها وضربها بابا مسكن، وانطاها لأم ضمادات كلها ضم دي رجليها، وظهرها وجه أم ذياب حضنتها وتبكي عليها، انقهرت عليها، قالت لازم توقفين على الشرط سما حتى تطلعين من هذا السجن. بقت الليل كله قاعدة يمها تقالها آيات وقرآن، كل ما تقعد تصرخ والله ما سويت شي عوفوني لا تضربني، وترجع تخفى.